البحري وفي حضن الجبل ومن المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت اللي جسدت فكرة تمكين المرأة من قديم الأزل. بنرحب بيكم جميعا في مدينة الأقصر، المدينة اللي سبقت الزمن وفضلت لحد يومنا ده شهدة على عبقرية المصري. من معبد مدينة هابو اللي بيجمع بين القداسة الروحية والانتصارات، بنرحب بيكم جميعا في الأقصر، أرض الأمجاد وأرض عظمة المصريين القدماء. بنرحب بيكم النهاردة في هذا الحدث الفريد من قلب مدينة الأقصر وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمة. من البر الغربي لنهر النيل العظيم، ومن المكان اللي اكتشفوا فيه أكتر الملوك شهرة توت عنخ آمون وجميع كنوزه اللي من الذهب الخالص، من وادي الملوك المبهر وسط هيبة وقداسة مقابر ملوك وملكات المصريين القدماء. بلمحة من أجواء تاريخنا الخالد، بنرحب بكم جميعاً في الأقصر مدينة الكنوز. مصر دايماً كانت منارة السلام للعالم. افتتاح متحف الأقصر في سنة 1975 كان رمز ودعوة لنهاية الحروب وبداية عهد السلام. بنرحب بكم جميعاً في الأقصر وبنبعت لكم رسالة حب من أرض الحضارة والسلام. مش هنكون بنبالغ لما نقول إن كل شبر في مصر في كنوز وآثار، لأن مصر بلد الحضارة والتاريخ. بنرحب بيكم في مدينة الأقصر، أرض الملوك والسحر والجمال. من نفس الطريقة المواكب الكبرى، طريق الكباش، ومن على جوانب البحيرة المقدسة، أشهر بحيرة على الإطلاق، بنوصل لمجمع معابد الكرنك بكل ما فيه من قداسة وغموض ثروات أجدادنا المصريين القدماء. بنرحب بيكم جميعاً في الأقصر، مدينة التاريخ اللي بينبض بحضارتنا الخالدة. من هنا من معبد الأقصر نبدأ الاحتفال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، السادة ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الكريم، شرف كبير أني أرحب بحضراتكم النهاردة في احتفالية فريدة من نوعها، حدث مهم مش بس لينا كمصريين لكنه مهم لكل عشاق الحضارة المصرية في كل بلاد العالم، واللي أنظرهم النهاردة متجهة إلى صعيد مصر وتحديدا مدينة الأقصر، مدينة المئة باب طيبة. الاحتفال النهاردة فيه عروض كثيرة ومتنوعة، بينتهي بعرض مستوحى من عيد الأوبت من خلال موكب بيتحرك من معابد الكرنك حتى يصل إلى معبد الأقصر. وإحنا بنتكلم عن مدينة الأقصر فهي حرفياً أكبر متحف مكشوف، بيضم أكبر تجمع للأثار في مكان واحد حول العالم. سميت بالأقصر لكثرة معابدها وقصورها، أثار تحدث الزمن وشاهدة على مكانة وقوة من بناها. وكأن هذه الأعمدة الشاهقة بتقول إن المصريين قادرين يبنوا مجد وحضارة تطول السماء. أثار رسخت مكانة مصر التاريخية وصنعت سحرها وجمالها، ألهمتنا النهاردة كمصريين إننا نبني ونطور، نبني دولة قوية، جمهورية جديدة تواكب العصر وتوفر لأبنائها حياة كريمة. من حقنا النهاردة نحتفل بكل هذه الإنجازات ونتباهى أمام العالم بجمال وحلاوة بلدنا، لأن حقيقي بلدنا جميلة.
ربنا وجالنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونيلي شادي يعيش جوا روحنا هنا بداية الحياة دور ودور قول لي فين تشوف تصور
هنا هنا في جنة على أرضنا وجلنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونلي شادي يعيش جوا روحنا هنا بداية الحياة وسط مدينة الصولجان رمز القوة كلها أسامي لمدينة الأقصر واحدة من أجمل مدن الصعيد. مدينة الأقصر مفعمة بالحياة والبهجة متدفقة بالحركة والنشاط زي تدفق النيل اللي واخداه في حضنها وبيجري فيها من آلاف السنين. النيل النهر العظيم كما أسماها أجدادنا اللي حافظوا عليه واحترموه وقدسوه. كورنيش النيل في وسط الأقصر ليس معلم سياحي فقط، تم تطويره مؤخرا بطول 2000 متر وأصبح من المعالم الجذابة في هذه المدينة. هو شريان حياة لسكانها بينتقلوا من خلاله كل يوم. ولكن أجمل ما في الأقصر هو أهلها، بشاشة وشوشهم وصفاء قلوبهم وكرم ضيافتهم. هم روحها، امتداد حضارتها وبناة حضرها. هم الحارس الأمين لأثرها وأسرارها.
اي سائح ما جاش الاقصر ولا ركب الحنطور وتحنطر نزل ما يعيش ولا يوم. في اكيد سر في الاقصر. ايه سر الاقصر بقى؟ فيها سر عجيب بيجذب الناس، فيها اكبر ارث حضاري وثقافي البشريه جمعاء. عندنا الشمس والخضره. مين له حديث سر؟ جواها جميل وطبيعه بتاعتها حلوه. الأقصر هي أيقونة الحضارة المصرية القديمة، هي المكان اللي واضح جدا فيه كل مقومات الحضارة المصرية. السائح لما بيجي من المدينة مش عاوز يروح، ما يغسل همومه. تحسه براحة نفسية هنا. كفاية الكرم. ناس ناس عجيب، احنا مش بنسميه زائر، بنسميه ضيفه. في ناس بتحس ان في طاقه جايه من الاماكن دي، روح مصر القديم اللي هي ما زالت موجوده لحد دلوقتي وبتاثر في كل حد. يعني ريحه القدماء المصريين موجودين في بتاعت الاقصر دلوقتي. فيها سر مهما اوصل فيه مش هقدر اوصل له. هذا سر حقيقي، سر رباني يعني. دكتور ان الاقصر من اغنى بلاد العالم في الاثار وفي الشهره وفي التاريخ، هل ده حقيقي؟ عندك حق، بنتكلم على الاقصر اهم مدينه اثريه في العالم. الاقصر تعتبر موسوعه مصغره لتاريخ وحضاره مصر، بتتميز بكميه اثار مش موجوده في اي مكان في العالم. بنتكلم على اكتر من 4000 سنه عمر تقريبا، بنتكلم على تنوع غير عادي. الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصور المتأخرة، الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، في تنوع غير عادي. يمكن الأقصر هي المكان الوحيد اللي بتتفرد بوجود هذا الكم الزاخر من الكنوز. الأقصر بناها أعظم ملوك مصر اللي حكموا مصر في فترة الدولة الحديثة. قوة الدولة المصرية كانت الدولة الحديثة. هنا موجود أكتر كمية معابد ومقابر بترجع للفترة دي. معبد الكرنك يعتبر من أكبر دور العبادة في العالم كله. عندنا معبد الأقصر، ظهرت معابد الأقصر. احنا بنتكلم على آلاف من المقابر، النقوش والالوان اللي فيها، الالوان زي ما كان بيشوفها المصر القديم. لنا نتخيل كل الحوائط الموجوده في كل المعابد وكل المقاصير بنفس الالوان وجمالها. يعني كل الالوان دي حضرتك عايز تقنعني ان هي فعلا بقى لها كل المده دي مفيش فيها تعديلات حديثه؟ في عندنا قواعد بتحكمنا، ودي قواعد منظمه للعالم اجمع في عمليه الترميم. كل الالوان اللي احنا شايفينها هنا يا اسماء الوان بترجع للاسره 19، ممنوع ان احنا نلون. وادي الملوك أهم منطقة أثرية على مستوى العالم، المكان اللي الملوك مصر العظام كلهم موجودين فيه، وبنجد يمكن روعة النحت والنقش والألوان الجميلة جدا اللي مش موجودة في مكان تاني. وهنا طبعا أشهر الملوك على الإطلاق الملك توت عنخ آمون ومقبرته اللي عُسر عليها سنة 1922، والكنز بتاع المقبرة اللي بيشتمل على أكثر من 5000 قطعة أثرية ماستر بيس. جدي ابتدى هنا سنة 1907 كمصور مصري، سايب حوالي 1940 صورة صور بالكاميرات دي، كل دي صور نادرة أغلبها في حدود 100 سنة، ومغطية الصعيد كله من أبيدوس لغاية النوبة، وده آخر طريق الكباش، وده الملك فؤاد لما زار الأقصر بعد اكتشاف المقبرة. يعني الأقصر كانت قبلة الملوك والرؤساء بعد اكتشاف المقبرة. يعني الأقصر بتعتبر مدينة بتجمع بين كل الحضارات، الحضارة الفرعونية، الحضارة الرومانية، والحضارة القبطية والإسلامية، امتزاج بين الأديان سبحان الله. فيه فهم معالي لناس الأقصر
ان الاثار دي بتاعتهم هم. مساعد زيد ابو الحجاج وصل هنا الاقصر وبقي مسجده هنا وهي النقوش زي ما هي قاعده ما حدش لقي فيها خالص. المعبد ده كان فيه ناس ساكنه فوقيه، كان ايام فيضان النيل كانت اسمها التبه. زمان كان فيضان النيل كانت المراكب تغرق برا هنا، كان في فرعين للنيل، فرع من هنا وفرع من هنا. الدوره هي اللفه من الشمال وكانت ترمي الحلاوه وتلف، وكانت في مراكب تتحط على عربيات كارو ويرموها بالحبال يمسكوها حوالي 20 راجل، 10 من هنا و10 من هنا، زي احتفال الفراعنه زمان. هي نفس الطقوس، هي موجوده عندنا في مولد ابو الحجاج اربع مراكب، ومعروف ارتباط المراكب بمراكب امون، هم الثالوث المقدس لامون وموت وخنسو، بالاضافه الى المركب الرابع وهي مركب سيدي ابو الحجاج نفسه. ادي محبتي في نبيك براك تبحت السحار، ميمونة ند اول ايدي يا ما تكتر في التوحيد. بندعو جميع العالم انه يجي يتفرج عندنا في مصر عامة، وبلدي الاقصر هنا خاصة، بان هي بتعتبر مجمع للاديان. الشهداء ده دير من القرن الرابع بنته الملكة هيلانا على أجساد الشهداء، وبيحكي تاريخ أبائنا وأجدادنا وتاريخ إسنا بالذات. عشان كده الأقصر متفردة عن كل دول العالم من خلال هذا الكم العظيم من الآثار. ده يمكن اللي خلى الإنسان المصري القديم اللي عاش هنا امتلك مقومات التفوق، وعمل الحضارة اللي احنا شايفينها لغاية دلوقتي محفوظة اللي احنا شايفينه. بس ده لسه كمان غير الحاجات التانية، احنا في عندنا اكتشافات كل يوم بتطلع. بص في الحته العاليه دي ولا مهله. ماشي 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 ماشي. الله الله، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لا ده حد المرممين يعملوا كونسوليديشن، يعملوا تقويه. منشدة أمون، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سلام عليك يا عامر. عرض عرض عرض. احنا ما نكشف كل يوم آثار مصري جديد، كل يوم ما نكشف حاجة جديدة. عشان نطلع التمثال ده، والتمثال ده بسماتيك، وعشان نربط ما بين المقبرة اللي احنا طالعينها يبقى لازم يكون في ربط، لازم يكون في ربط، يبقى لازم هنا في امتداد. هندخل على المقبرة. الأقصر اتغيرت تغيير تام في الفترة الأخيرة. أسلوبنا في الترميم بدأنا نكشف عن أماكن. ده تمثال المفروض إن هو بتاع الملك نختنبه الأول، بناخد التمثال ده وبنعمل له ترميم. إحنا أمام تمثال الملك تحتمس الثاني من ملوك الأسرة 18، وإحنا دلوقتي في إطار مشروع لإعادة ترميمه واستكماله بأيدي مصرية وفريق مصري خالص. خلص فرجة الأماكن الأثرية، ممكن يعمل إيه تاني هنا؟ الأقصر فيها حاجات كتير أو ممكن تتعمل. موسيقى
عندنا مقومات سياحية أكتر بكتير جدا من الآثار. في سياحة البالون الطاير اللي هي ممكن من خلالها تقدر تكتشف الأقصر كلها بجبالها بنيلها. اطلعي صبح بدري في فجرية نشوف شروق الشمس. في 45 دقيقة تكتشف الأقصر بكل تفاصيلها. أجمل منظرين أي واحد ممكن يشوفهم هنا منظر الشروق ومنظر الغروب. تفرجي على الطبيعة بتاعت الأقصر من فوق وتفرجي على المعالم السياحية كمان. اتفرج عليهم هم جايين بيلفوا على البلد كلها يعني متعة يعني. ايه ممكن تاني اعمله هنا لو جيت الأقصر؟ الأقصر الله اكبر على النيل والفسحة بالمركب الشراع الفلوكة والشاي مع الغروب. ممكن يتمشى في البلد سوق الأضاغة وسوق السياحي. تقدر تحتك بالأهالي، تقدر تتعرف برضو على العادات والتقاليد اللي هم عايشين بيها وبيمارسوها لغاية دلوقتي. برضو ممكن تركب الجمل، تركب الحمار، تركب الحصان. نايل كروز برضو هنا من الأقصر أسوان إدفو كابومبو. في الكروزات، في الفلايك. عندنا هنا بتنطلق رحلات الذهبيات. عندنا مرسم كان بيكتزب أشهر رسامين، كانوا بيقعدوا يرسموا بقى البيوت بتاعت الجورنا وبتاعت الغرب. في حاجات كتير تاني ممكن تتعمل، عادات وتقاليد في الاحتفالات مثلا. الأقصر هي مقصد سياحي متكامل فيها كل حاجة، بالإضافة طبعا للآثار اللي هي بتميزها، لأن الأقصر تعتبر أكبر متحف مكشوف في العالم. هي موقع مصري مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو من سنة 1979. الأقصر فيها كل أنواع الآثار اللي ممكن تنتظرها، ولكن الأقصر مش بس آثار عظيمة، في سائحين بيجوا مرة واثنين وثلاثة في السنة، لأن الأقصر ما تتشافش في مرة ولا في مرتين ولا في ثلاثة. اتفضل. في كمان ناس كتير جدا أجانب قرروا أنهم يقيموا لفترات طويلة في هذه المنطقة السياحية الأثرية الرائعة والفريدة. كتير من الناس بعد ما تقضي حياتها كلها في ضغوط عمل وحسابات وتعقيدات وتعاملات إنسانية قد تكون صعبة، بيبحثوا دايما على العيشة في مكان هادئ آمن مع ناس طيبة بسيطة محبة للحياة، وسط حضارة ثرية، وسط طبيعة خلابة، وسط شمس زي اللي احنا موجودين فيها في الشتاء، بعيد عن الجو البرد القارس في دول اخرى. ربنا ادانا نعمة كبيرة قوي، ادانا شواطئ، ادانا شمس، ادانا جو حلو، ادانا ناس طيبة، واجدادنا سابولنا حضارة تميزنا عن اي دولة تانية في العالم. هي طول عمرها ندهت الاجانب من زمان قوي. في بقى اللي بيجي للاستشفاء، في اللي بيجي للهدوء والسكينة. انا اعرف ناس عايشة هنا شارية بيوت وليها بالعشر والعشرين سنة، لدرجة ان بعض منهم بيحاول يقلد المصريين في كل حاجة، في اللبس بتاعه، في عاداته. I first came here to Egypt to visit in 2006 and on the very first day I knew in my heart I needed to stay here because the roh of the people here today is exactly the same as it was thousands of years ago. So I bought land and built this house. I designed and built it myself. This is the perfect place for me to be painting here in Luxor. أنا سمعت إن أنت بتتكلم عربي، ده صحيح؟ صح، أنا بتكلم شوية عربي عشان بعد 15 سنين لازم بتكلم شوية. طب أنت بتقضي يومك إزاي هنا؟ أنا صاحي بدري عشان بحب نور الشمس، في افطار وجرجير ولبن جاموسة وحاجات زي كده. لازم. When I came to Luxor 25 years ago, I had a dream, and my dream was to build a place. I think there is something magical about Luxor, especially Luxor West Bank. I can't explain it, but I can feel it.
it. So what you have here, you can't find it anywhere else in the world. So it's so rich. It's fantastic. بلدنا جميلة جدا، بلدنا آمنة جدا، بلدنا فيها كل حاجة، وأهم حاجة المصريين الطيبين اللي فاتحين دراعتهم لكل ضيوفها من كل دول العالم. المؤكد أن قطاعي السياحة والأثار بيشهدا عصراً ذهبياً، ومجال الترويج السياحي بيشهد طفرة وجهود غير مسبوقة. قطاع السياحة قدر يثبت قوته ويستعيد عافيته بعد أزمة كورونا. اكتشافات أثرية عدة لفتت أنظار العالم وتم تغطيتها محلياً ودولياً. جهود مخلصة وحقيقية لاستعادة أثار مصر المهربة إلى الخارج في إطار اهتمام الدولة المصرية للحفاظ على تاريخها وتراثها. اهتمام القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على تاريخ مصر وتراثها، وحرص سيادته على افتتاح المتاحف في كل مصر، منها متاحف شرم الشيخ، كفر الشيخ، المركبات الملكية في بولاق، وجامع الأزهر،
وإضافة إلى قصر البارون أومبان في مصر الجديدة، وبالطبع استقبال سيادته لموكب المومياوات الملكية الأسطوري وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، جهود دؤوبة للارتقاء بالمكانة السياحية لمصر. السادة الحضور، رحبوا معي بمعالي الوزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم من مصر والأجانب، ضيوفنا الأجانب من أكثر من 30 دولة وعشرات الملايين اللي بيتابعوا الفعالية دلوقتي على الهواء مباشرة نتيجة تغطية إعلامية واسعة جدا. أشرف أن أكون أمامكم النهاردة من قلب صعيد مصر اللي بنعتز بيه، اللي بدأت منه الحضارة المصرية، من محافظة عريقة محافظة الأقصر اللي هي مش بس مدينة الأقصر، ولكن كل مكان في محافظة الأقصر هو مكان شهد على جزء هام جدا من حضارة بلدنا الفريد. احنا في معبد الأقصر، أيقونة من أيقونات المدينة، من فناء رائع مساحته أكتر مربع، عمره أكتر من 3300 عام، من القرن الـ14 قبل الميلاد، فناء الملك أمنحتب الثالث اللي شهد عهده في القرن الـ14 قبل الميلاد ازدهار غير عادي، علاقات سياسية دولية قوية جدا، بناء لم يشهد مثله، وهو اللي شايد أثار كثيرة جدا خاصة في الأقصر اللي احنا موجودين فيها. في المكان اللي احنا فيه ده سنة 1989 تم اكتشاف خبيئة أثرية هامة جدا، أكتر من 20 تمثال لملك ومعبود كانوا مدفونين هنا في الفناء اللي احنا فيه وموجودين حاليا في المتحف الأقصر. الفناء في المعبد كان وظيفته الاحتفالات، وعشان كده اخترنا المكان ده عشان يكون الاحتفالية بتاعة النهاردة. ومن ضمن الاحتفالات اللي كانوا يحتفل بيها المصري القديم هنا هو عيد الأوبت اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. احنا النهاردة بنحتفل بإيه؟ ولو دولة الرئيس يسمح لي أستخدم اللفظ اللي دايماً يستخدمه في توجيهاته لنا في اجتماعاته العديدة، هو تقديم الأقصر في ثوب جديد فعلاً. ولو الحدث الأساسي اليوم هو الانتهاء من مشروع كشف طريق الكباش، وهنا مش عارف أشكر مين ولا مين في هذا الطريق. الطريق ده أول تمثال تم اكتشافه برأس إنسان كان في بداية أمام معبد الأقصر، كان يوم 18 مارس سنة 1949 عن طريق أثري مصري. ومن ساعتها والمدة أكتر من 70 سنة والأثريين المصريين بيشتغلوا على هذا الطريق، وبوجه لهم كل التحية. طبعاً المشروع ده مش تحت الأرض بس، لدي فيه شغل هام جداً فوق الأرض، المباني الكتيرة جداً اللي كانت موجودة على الطريق ده عشان، وكان القرار الحكيم جداً بأن هم يفتحوه ويربطوا لأول مرة من أيام أجدادنا الكرنك بالأقصر، عشان الأقصر تستحق لفظ فعلاً المتحف المكشوف أو أكبر متحف مفتوح في العالم. فبوجه التحية لكل المسؤولين على محافظة الأقصر من 2004، لكن طبعاً 2011 المشروع تعثر تاني، ولكن الحمد لله وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية في النصف التاني من 2017 بتكليف الهيئة الهندسية بإنهاء المشروع، قدرنا الحمد لله إن احنا نخلص الكشف عن هذا الطريق. ولكن الطريق العمل الأثري لم ينتهي، بل سيستمر وسيستمر لسنوات عديدة. احنا تم الكشف عن 250 تمثال برأس كبش و807 تمثال برأس إنسان، لأن التماثيل اللي برأس كبش دي بدأت أيام الأسرة الـ18 يعني القرن الـ14 قبل الميلاد، والتماثيل اللي برأس إنسان عملها الملك نقتنبه الأول أول ملوك الأسرة الـ30 القرن الرابع قبل الميلاد، يعني 1000 سنة بعدها. إحنا اللي لقيناهم حوالي تلت التماثيل دي فقط، الباقي قواعد. ولكن لسه خلال الثلاث أربعة أيام الماضية زميلاتي وزملائي المرممين والأثريين اكتشفوا 10 رؤوس، فإن شاء الله هيستمر العمل الأثري. الفعالية النهاردة ليست فقط الإعلان عن انتهاء مشروع الكشف عن طريق الكباش، ولكن هي ليها كذا هدف آخر. أول الأهداف دي هو انتهاء من أعمال الهوية البصرية اللي فخامتك كنت وجهت بيها في أحد مؤتمرات الشباب، وكان التصميم من طلاب ومن الجامعة الألمانية والتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبإشراف طبعاً من محافظة الأقصر. إيه اللي حصل في الهوية البصرية؟ أنا الأسهل أقول إيه اللي ما حصلش في الهوية البصرية. إحنا شفنا الفيلم دلوقتي بيوري الناس في الطيارة،
وصول طيارة، المطار اتطور وتعمل له هوية بصرية، جم بالمركب، المراسي اتعملت والعبارات اتعملت، جم بالحنطور، الحناطير كلها النهاردة واخدة شكل موحد، الفلايك واخدة شكل موحد، محطة السكة الحديد، الشوارع، الميادين، مراكز الزوار في الأثار، كل حاجة فعلاً اتعملت في ملف الهوية البصرية. تاني هدف وهو الترويج للأقصر. أنا لا أؤمن بالأرقام إن لما يقولوا مصر فيها تلت أثار أو ربع أثار أو تمن أثار، بمنتهى البساطة لأني شايف إن الأثار اللي عندنا لا تقارن بأي أثار أخرى عشان أعدها وأقول هي نسبة وتنسب من أثار أخرى. فعلاً أثارنا فريدة من نوعها. الفيلم ده ورى جزء بسيط من مدينة واحدة من مصر، فالحمد لله إن إحنا عندنا هذه الكنوز. الاستراتيجية الترويجية الجديدة اللي إحنا عملناها من بيت خبرة قاعد يشتغل عليها ما يقرب من عام، جه قال لنا الفترة القادمة وما بعد الكورونا لما تيجوا تروجوا لمصر لازم تعبروا عن مصر أنه مقصد سياحي نابض بالحياة، وإن هو إنها دولة شابة منطلقة معاصرة من خلال أنشطة سياحية لكن معتزة بحضارتها، وأهم حاجة نظموا فعاليات كتير عشان العالم يشوفكم. الفعاليات دي بتدخل كل بيت، فالناس كلها بتشوف مصر، وهي رسالة للأمن والأمان والجو الحلو والأماكن المكشوفة والكنوز اللي عندنا دي، هتشجع الناس يجوا مرة واثنين وثلاثة. حاجة كمان وهي ليست آخر حاجة لكن هي حاجة مهمة جداً، زيادة الانتماء والوعي عند المصريين. كلنا شفنا في بيوتنا وفي أولادنا وفي أصحابنا رد الفعل الأطفال عند على موكب الموميات الملكية، إزاي اعتزوا وحسوا إن في حاجة ربطانا كلنا ما كانوش شايفينها واكتشفوها في موكب الموميات الملكية. الفعالية زي ما حضراتكم شفتوا فيها فقرات متنوعة، ولكن الفقرة القادمة هي جزء مهم من الفعالية، هو عرض فني مستوحى من عيد الأوبت. إيه عيد الأوبت ده؟ كان بيحصل أعياد كتير في الأقصر بعضها بيربط الشرق بالغرب، ولكن كان في عيد من أهم الأعياد كان بيحصل في الشهر الثاني من الفيضان كل سنة، وبالمناسبة العيد ده كان اسمه إيبت، والعيد ده النهاردة هو اسم الشهر الثاني في التقويم القبطي بابا أو بابا. نفس تقويم شهر بابا هي نفس الكلمة بتاعت العيد المصري القديم اللي كان أجدادنا بيحتفلوا به زمان. العيد ده كان بيبدأ الأول بالبر ويرجع بالنهر، وبعد كده بقى يجي بالنهر ويرجع بالنهر. طب ايه علاقة العيد بالنهر ده؟ العيد ده قائم اساسا على الفيضان، فكان لازم يرجعوا دايما عن طريق النهر. العيد ده لقينا مقاصير ليه واثار من الاسرة الـ18، يعني بنتكلم في حوالي 3400 سنة تقريبا. العيد كان بدأ في الاول مدته 11 يوم، زادت الى ان وصلت الى حوالي 27 يوم. استمر لغاية امتى العيد ده؟ احنا شفنا في الفيلم ان في مولد ابو الحجاج اللي هو اللي موجود في الاقصر لما بيحتفلوا بالمولد بيشيلوا المراكب ويمشوا بيها، لان احنا كلنا نسيج واحد على مدار الاف السنوات. احب اوجه الشكر لفخامه رئيس الجمهوريه على دعمه الدائم لملفي السياحه والاثار، ودعم دي كلمه واسعه تشمل كل حاجه، مش دعم مادي بس ولكن متابعه شخصيه. فخامتك تبنيت الفعاليه وكان لك توجيه ان احنا نوري العالم كله الاقصر بشكل مختلف، والاهم من ده كله تشريف سيادتك لفعاليات اللي بتنظمها اللي بتوري الحضاره المصريه القديمه. بوجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على الإشراف شخصياً على العمل الجماعي. العمل ده مش عمل وزارة واحدة، ده عمل تقريباً كل الوزارات. كان دولة الرئيس مؤخراً جه أكتر من 7-8 زيارات في الشهرين 3 اللي فاتوا، وكان بيطلع السقالات ويقابل العمال ويلف على الشوارع ويشوف التاكسي ويشوف كل الحاجات دي، وبوجه له الشكر. وكان لنا زيارات عديدة جداً مع زملائي، معالي وزير التنمية المحلية، معالي وزير الإسكان، معالي محافظ الأقصر، جهاز التعمير، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزارة الداخلية، مش عايز أنسى حد، الجميع اشتغل في هذه الفعالية. بوجه الشكر لجهاز المخابرات العامة وللشركة المصرية المنفذة لهذه الفعالية، وزميلتي وزملائي الأثريين وفي هيئة تنشيط السياحة، وكل من ساهم في إعطاء الأقصر أن تظهر للعالم بالشكل الذي تستحقه، وإن شاء الله سنستمر فعاليات في محافظات أخرى نوري العالم كله جمال بلدنا. وبستأذن سيادتك يا فندم إن احنا نبدأ العرض الفني المستوحى من عيد الأوبت القديم. شكرا.
I'm not afraid to die.
الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا على أرض فراق بلاد.